ايه ما تخش منه. لا 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 صورت ما وقفتيش ما وقفتيش هذيك انا يلا وقفته دنا. عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما الحريق اللي ندلع بمنطقة الحي المحمدي. رجال الوقاية المدنية مازال كيسارعو باش يدخلوا المكان ديال الحريق. هانتوما كتشوفو الحريق اللي غادي وكيتكاثر. شفتوا كيفاش ان ضابط ديال الامن انه غامر وطلع المكان ديال الحريق باش يعين ماذا يقع داخل او وراء هذا الجدار وهذا الباب الحديدي. الحريق مازال كيتكاثر، شوف الدخان مازال كيتزايد. رجال الوقاية المدنية مازال كيقوموا بمجهودات كبيرة من أجل إيصال خراطيم المياه داخل أو وراء هذا الباب الحديدي من أجل إطفاء الحريق. مرة أخرى نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. أكيد غادي نلتقيو في مباشر آخر. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.